احنا كفنانين المهرجانات بالنسبه لنا هي الحدث الفني الاهم، ان احنا لازم نبقى موجودين فيها، لازم نشجعها، لازم يبقى في تبادل فني، تبادل ثقافي، لازم ننشط السياحه بالمهرجانات. المهرجانات مفيده لكل الجوانب على فكره، يعني سواء فنيا سواء سياحيا سواء حاجات كتير قوي بتبقى مهمه. يعني اللي جاي احنا بنعمل الكبريت الاحمر الجزء الثاني، بنصور اليومين دول، تاليف واخراج دكتور عصام الشماع. يعني انا بحب المسلسل ده جدا لانه احنا كنا في ظروف صعبه قوي واحنا بنصور الجزء الاول، يعني كل شويه نقف ونشتغل نقف ونشتغل لغايه اما جينا في الاخر الحمد لله كملنا بسلام، بس بعد حب بقى، يعني بعد ما انت حسيت ان انت خايف على التجربه وزعلان لما بتقف وبعد كده عايز تكمل. الورق حلو قوي قوي، فكلنا كنا حابين التجربه دي، فالجزء الثاني كمان كلنا عايزين نعمله باي شكل. فالحمد لله ماشيين بطريقه كويسه في التصوير وتمام، مخلصين بتاع 30% مثلا من الشغل 40%. والله في السينما بحضر حاجات بس لسه ما فيش حاجه رسمي، لان انا يعني انا مش عايز اعمل اي حاجه وخلاص. للاسف السينما بالذات هي انت عارف الارشيف وهي هي كل حاجه في الدنيا بالنسبه للفنان، يعني فعايز اعمل حاجه تبقى ليها قيمه فنيه يعني، فربنا يسهل.